احنا هنا في الاقاليم عندنا بيزكس كده محدش يتوقعها ان هي ست ملهاش اصلا راي فيها، ملهاش راي ان هي تخرج اصلا من البيت في يوم. عندنا تحكمات بتوصل للون الحجاب، مش حتى تلبس حجاب ولا لا، ده لون الحجاب. اول تجربه جواز كانت تجربه صعبه بالنسبه لي، وانا ما كنتش واعيه اصلا لمفهوم الجواز الحقيقي، يعني انا بختار الشريك على اساس ايه. اتجوزت بعدين اتطلقت، كل ده كنت لسه ما كملتش 25 سنه. ايام بعد الطلاق فقدت النطق، يعني ما كنتش بتكلم كتير خالص، كنت قاعده ساكته مصدومه. ورحت القاهره ابتديت ازور الدكتور نفسي، فنصحني ان انا ادور على كوميونتي ابقى متواجده معاه واحكي عن الحاجات دي عشان اقلل اثرها عليا. وبقيت يعني زي مدمنه حكي، انا عايزه اتكلم وعايزه الناس تسمعني وعايزه اسمع غيري. فرجعت بقى ازازي، قعدت مثلا شهر كده انا مش لاقيه اي حاجه احضرها. فعملت ايفنت عائلي كده على الفيسبوك اسمه بارتي، وكتبت في الديسكريبشن انا بحتفل بمرور سنه على طلاقي وعايزاكم تيجوا تحتفلوا معايا. لقيت ان دفعتي في عدد كبير من المطلقات وخايفين وساكتين. طيب انا عايزه انا كمان اجي احكي على اللي انا عملته، انا عايزه كمان انا اجي احكي. فاوكي يلا نعمل ايفنت هنحكي فيه. وتعبت من ان انا اتضرب خامس يوم ولاده فجرحي يفتح، تعبت. رحت مغير الايفنت للسوبر وومن، وده مشروعي انا سوبر وومن، يعني مشروع حياتي. خلاني بعد ما كنت شخص بيدور على حد يسمعه، بسمع ستات كتير جدا معتبرين ده مساحتهم الامنه بيدافعوا عنها باستماته. انا بتعامل مع سوبر وومن، انا متطوعه فيها وبكتب معاهم مقالات وكده، بس اكتر وقت ببقى حابه فيه اللحظه اللي بنبقى بنتكلم فيها على اليوم العالمي لحدث معين انا مريت بيه. وانا كنت تقريبا عمليه الختان تقريبا كان بسن ال 11 سنه، اتنفذت فينا الحكايه كلنا مع بعض، خمسه سته مع بعض. قطع الجزء من اعضائك التناسليه عشان يبدأ. التجربة كانت عليا كانت قاسية بكل معاني الكلمة. أنا اتخطيت التجربة بالحكي، إن أنا مش مجرد بس إن أنا بحكي، لا أنا كمان بشفي نفسي أنا من جوه. أول مرة ابتديت إنه خلاص أنا تحررت من الصورة دي هي في ورشة سوبر وومن، هو إن أنا ابتديت أحكي عن حاجات عمري ما حكيت عنها، وأقلل شعور الوصم اللي كان طول الوقت ملاحقني، سواء عشان الطلاق، سواء التجربة اللي قبلها، سواء علاقتي بأبويا. انا اول ما ابتديت اتكلم في حقوق المراه عموما خسرت كميه ناس مش طبيعيه، يعني ناس كتير جدا عملت لي بلوك وان فريند، وابتدى ان انا يتم اتهامي ان انا بغير في دين ربنا. فاحنا بنحارب على جهات مختلفه، احنا بنحارب حتى الافكار المتشدده في الدين، في العادات والتقاليد. لما دخلت سوبر وومن كانوا مديني فرصه ان انا اتعلم كتابه وان انا اكتب وان انا اعبر عن ده بشكل كويس. انا اتعرضت لعنف. هو انا دايما مؤمنه ان الحكايات بتاثر في الناس، فانا مش بساعد اللي انا بستضيفه على قد ما انا عايزه ان هو يحكي حكايته عشان ياثر في حد تاني، الناس التانيه هتتعلم منه. ان هو يمضي على اقرار بعدم التعرض. انا ما كنتش عارفه عنهم اي حاجه غير ان هو مكان بيدعم البنات. سالت سؤال مين اللي مسؤول عن التحرش، البنت ولا الولد؟ فانا قلت الاثنين، فهي هي سالتني طب مين اكتر، البنت ولا الولد؟ قلت لها لا البنت طبعا عشان لبسها. فقامت قايله لي نسبه التحرش بالمحجبات قد ايه. احنا عايزين الستات هي اللي تختار انها ما تتعرضش لده. في ستات كمان وجودهم معانا يتعلموا ازاي يتعاملوا بطريقه صحيه جوه علاقاتهم من خلال حضورهم معانا. على السكيل الصغير انا حياتي اتغيرت، وعلى السكيل الكبير شويه انا حواليا ستات كتير شفتهم قبل وبعد فحياتهم اتغيرت. انا بتمنى ان انا اشوف بنات كتير جدا قادره تختار اللي هي عايزاه بدون خوف، بدون منع، بدون حبس، بدون تعنيف. دي قصتي، انت قصتك ايه؟